من الـ LBCI مساء الخير، إليكم أبرز العناوين. مصير تثبيت المياومين أمام هيئة مكتب المجلس غداً. إسرائيل ترفع لهجة تهديداتها للبنان، ومؤتمر في باريس بعد غد الجمعة لزيادة الضغط على النظام السوري. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وجوزيان رحمي. مساء الخير. غداً الامتحان في هيئة مكتب المجلس، فإما يثبت تثبيت المياومين وإما يكون عدم تصديقه القوة التي من خلالها سيعاد طرح المشروع والخروج من عنق الزجاجة الذي وضع فيه. الرئيس بري بدا وكأنه جاهز للتراجع، ولكن إلى الدستور، فقال في لقاء الأربعاء النيابي: لا شك في أن هناك قنوات دستورية يمكن سلوكها. كيركي دخلت على خط ما جرى، فاتخذت موقفا أقرب إلى المعترضين، فاعتبرت أن أسلوب اتخاذ قرارات المجلس النيابي في شأن المياومين أدى إلى شرخ لا يريده أحد. في الملف السوري، حدث دبلوماسي بعد غد الجمعة في باريس، حيث تجتمع أكثر من 100 دولة غربية وعربية لزيادة الضغط على النظام السوري لتطبيق خطة جنيف. واليوم أعلنت تركيا أنها وجدت جثتي الطيارين اللذين أسقطت سوريا طائرة.